السلام عليكم. كلنا نواجه مشاكل في المساحة التخزينية بسبب كثرة الصور والمقاطع وغيرها من تطبيق الواتساب. في هذا الفيديو راح نشرح لكم كيف تقدرون تحذفون هذه البيانات بكل سهولة ومن التطبيق نفسه، مع التنبيه ان بهذه الطريقة راح تحذف كل البيانات من الجوال بشكل نهائي. خلونا نبدأ. في البداية مع أجهزة الأندرويد، بعد ما نفتح تطبيق الواتساب نضغط على الثلاث نقط الموجودة في أعلى الشاشة ونروح الإعدادات، نختار استخدام البيانات والتخزين، والآن نضغط على استخدام التخزين. ننتظر ثواني وراح تظهر لنا كل المجموعات والمحادثات اللي عندنا، وبجنب كل مجموعة تظهر لنا المساحة التخزينية لمستخدمتها. نضغط على أي مجموعة حابين نحذف بياناتها وبتظهر لنا كل التفاصيل، الرسائل، جهاز الاتصالات والصور والفيديو وأي شيء تم إرساله في هذه المجموعة. كل بساطة نضغط على إخلاء المساحة وراح يعطينا إمكانية تحديد اللي حابين نحذفه. نختار الصور والفيديو بما أنهم أكثر شيء يستهلك من المساحة. بعد التحديد نضغط على حذف العناصر، تظهر لنا شاشة التأكيد مع إمكانية حذف أي رسالة تم تحديدها بعلامة النجمة أو المفضلة، وبعد كذا نضغط على حذف الرسائل. وبكذا حذفنا كل فيديو وصورة موجودة في هذه المجموعة، والآن بكل سهولة نقدر نتحكم بكل محتوى المجموعات والمحادثات. أما على أسئلة الآيفون، ندخل على إعدادات الواتساب من التطبيق نفسه، ونروح لحجم البيانات والتخزين المستخدم، وبعدها حجم التخزين المستعمل. والآن راح تظهر لنا مجموعات وكمية المساحة التخزينية اللي استهلكتها. نحدد المجموعة اللي نبيها وبتظهر لنا كل البيانات. نضغط على إدارة ونحدد البيانات اللي نبي نحذفها، وتظهر لنا شاشة التأكيد، وبعد كذا نضغط على مسح، وبكذا تكون مسحت كل المعلومات اللي ما تحتاجونها في جهاز الآيفون. يعطيكم العافية، شكرا للمتابعة ومع السلامة.